السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية جدا بتدي قوة لشات جي بي تي. الأداة دي بتسطبها جوه المتصفح بتاعك، وأول ما بتدخل على الموقع بتاع شات جي بي تي تلاقي إن هو بدأ ينظمه لك، بدأ يحط لك المحادثات كده في الفولدرات، بدأ إن هو يبقى فيه تحدد، تقول له أنا عايز أتكلم بأني لغة، طب أنا عايز اللغة مثلا علمية، لا أنا عايزها لغة أدبية. بيبقى الموضوع أسهل بكتير جدا في التعامل، وتقدر ان انت تصدر الشات دوت بحيث ان انت تقدر تستفاد منه بعد كده. تقدر تقول له اعمل لي برومت او اكتب لي كلمه اقدر اوصل بها لافضل نتيجه. ففي شويه مزايا كويسه جدا، تمام، زي مثلا اوتو سينك مع اي حاجه انت عايزها، تقدر تصدرها للتكست، في سيرش بشكل اقوى، في رسائل عجبك تعمل لها بند بحيث ان انت تطلع عليها على طول. فأداة يعني بلاقي ان ساعات ايه اداة بتعمل واحدة من دول بس، هنا لا بتعمل حاجات كتير جدا. فدي اعتقد افضل اداة ممكن الواحد يسطبها بدل ما يسطب عشرات الادوات، لا هي اداة واحدة هتغنيك عنهم كلهم وهتخلي التعامل مع شات جي بي تي هيكون افضل بكتير.